هلو شيف. بونجور، كيفك؟ سوا، ماشي الحال؟ عليك. علينا وعليك. ان شاء الله سنه تكون هيك كرياتيف بالريسيبيز الحلوه والاشياء الجديده اللي رح نتذوقها سوا. اليوم حضرنا كريب بالفرن. مزبوط. محشي جبنه شوي مميزه. صح، بتعرف انه هلا شوي بعدنا بالشتاء والاكل الخارجي يكون بعده هيك في حراره، في دسامه كمان. صح، اللي هي الركلات. رح نعطي ريفرنس ثاني للركلات، انه ضروري بس نعمل ركلات اللي هي نجيب الماشين ونعملها سولا، فينا نعملها اوكي بكراب خارج ابيتايزر، خارج عشيه هيك، عشاء حد الشمينه مهضومه. سو ركلاتي الجبنه بتدوب كليا. مزبوط. يعني مش انه بتمغط، لا خلص. مزبوط. بتدوب كليا. فشو رح يصير؟ رح تكون بقلب الكراب، رح تكون بالفرن، أو رح تكون على الوجه؟ صح، لا رح تكون بقلب الكراب، رح نحط بقلب الكراب، رح نستعمل معها سموك تركي، رح نحط ورق سلق، هيدا الشيء اللي بيميزها، بيعطيها طعم كثير طيب كمان بقلبها. فينا نستبدله بسبانغ إذا حدا بيحب. أوكي. رح ندهنها شوية بير كلاريفية على الوجه، زبدة مفقسة، بنفوتها للكراب لنعطيها كراست من برا. بتعرف الكراب هي بالنهاية طرية، سو لا نحن بدنا نعطيها كروت من برا تطلع هيك. ونحن نقدم معها سلاد، رح نعمل معها شيء مميز هو المشروم صوص، يلي رح يكون تحدى مشروم صوص كمان فيك تحطها على وجهك. اوكي. سو أكلة شتوية، رح نبلش بشو أول شيء؟ يلا رح نبلش. رح فرجي بشويتين كيف بدنا نعمل الكريب، بس بالأول خلينا نبلش بس تنوفر وقت. أنا أوريدي هون لافف الكريبات. رح فرجي المشاهدين كيف بدنا نحشيها، كيف بدنا تنحط، كيف بدنا ندهنها نفوت على الفرن هيك نكون رجعنا بلشنا نعمل الصوص، ونفرجي المشاهدين كيف تنعمل عجينة الكريب. اوكي. هلا بما انه هون نحن بعدنا بالاول، بتعرف بدك عجينة، انا اوريدي عامل خبز وحده العجينة، بدنا ننتبه من برا انه ما تشوف كثير العجينة بعدها كثير ملونة. ليه؟ لانه بدها ترجع تفوت على الفرن. سو مشان هيك ما لازم نلونها كثير على الاخر، لازم تصير هاف كوكت. هلا بنحط هون تركي بالنص هيك، بنحط ورقتين سبانغ، ورقه اثنين سبانغ. بتاكد ان السبانغ ما تكون مي، تتنشف مزبوط، تتغسل، تعقم وتتنشف مزبوط، تمتش معنا. ومعنا جبنه الركلات يلي هي كمان بدنا نحط دو ترانش، ترانشتين هيك فوق بعضهم. اوكي. وبنلفها كلياتها سوا. هلا اكيد فينا نستبدل عجينه، فينا نستبدل جبنه الركلات بجريير اذا حدا حابب جريير سويس طيبه، او شويه كونتي كمان. بس انا هذه فكرتنا اليوم، بحب الركلات. ليه عم نعطي هيدي الشغله؟ لانه الركلات في عنا مشكله فيها، هي والفوندو على طول. ما انه مستحب كثير للولاد، لانه ممنوع ينشرب مي. حكيت بحلقه سابقه انه الفوندو، كل شيء جبنه فوندو ممنوع تشرب معها مي، تشرب من بيت. ليه؟ لتفتت هالماتيار تبع الجبنه، لانه الجبنه كثير دسمه. سو اذا بتشرب فيها، اذا بتشرب مي من بعدها بتعمل امساك بالمعده، ممكن تؤدي انك تفوت على المستشفى. سو مشان هيك منا مستحب كثير للصغار تستبدل بجريير، اذا بدنا للاشخاص اكيد الاولاد بيكون احسن بكثير. بس هيدي شوي دسمه حرام. طلعت قصه هالفونديو. ايه ركلات معروف، هيدي الرولز تبعها. مزبوط. هلا مثل ما شفت احنا لفينا هالحبه الكراب، مثل ما شايف حاطينهم، بدنا ندهنهم شويه زبده، كل واحدة ندهنها شوي صغيرة هيك. أكيد لنحمرها. مثل ما ملاحظ العجين، مثل ما قلت لك إنه لونه بعده أبيض، ما أنا كتير أخذ لون. هلأ بنكفي لها خبزة بالفرن. والحلو فيها هيدي الفكرة أجتنا، هي في كريب جراتان تنعمل يلي هي في بقلبها جبنة وجامبون وسبانغ، بينعمل صوص بشاميل، بنحط على وجه جبنة ومشروم. مظبوط. بنحط عليها جبنة للدوب، تعمل كراست عليها من كلهم. صح، بتصير مثل جراتان، بتنعمل بتنعمل بالفرن، بتنشل اسمها كريب جراتان. مشان هيك نحن هلا اخذنا الفكرة منها، عاملين هالتويست صغيرة فيها اليوم. مثل ما لاحظت دهنتهم كلهم بطريقة هيك مظبوطة. حطيت بابي بير تحت، بابي بير من تحتها تما يلزقوا الكريبات، تقدر تنقلهم بعدين تسكبهم بشكل هيك تنتفادى تلزق معنا. هلا حطيناهم بالفرن. اوكي. رح ننتقل نعمل المشروم صوص. هلا عندي المشروم صوص، بدي اكيد اشتغلت بالمشروم، بنسميهم شامبينيون دو باري، الفريش مشروم. مزبوط. فيك اكيد بالموسم تروح على الشامبينيون شوي
مختلفين أكيد. وعندهم طعمات بركي اقوى شوي مثل الساب مثل الجيرول ما بعرف كثير بيطيبها الساب الجيرول بيطيبها الشانتريل البلوروت يعني كل هالاصناف بموسمهم وفينا نجيبهم الناشفين انا كمان مع الناشف مع اللي بيجوا مجففين ليه لانه بيصير اسانس اكثر شو بنعمل فيهم بنقعهم بالماء عشان نعمل المي صح بس المي تستعمل صارت المي الاخضر يعني بدل ما تعمل المرقه على جنب او بتعمل مرقه بالكيوب بتحطه بالمي المشروب ساعتها بتكون شبت كل اوكي بتكون اخذت كل هالطعمات بالاخص الساب والساب والشيتاكي كثير بيعطوا طعم فيها هلا الشيتاكي اكثر شيء كمان بنبيع نشف مزبوط قليل اكثر تلاقي منه فريش هون ايه طبيعي لانه الشيتاكي اصلا المستحسن يتنشف لانه عجب طعمته بتصير اقوى فيه سر هالمشروب انه طعمته على طول بتقوى هلا مثل ما شفت هون انا مقلب بصل مع حص ثوم واحد صغير عامل قلية بصل حاطته مثل ما شايف قصص الفطر كليته سوى هيك رح دغري نضيف الفطر عليها من المستحسن ما يتحرك كثير الفطر ما تطلع المي منه خليه ياخذ شوي لون أوكي. لانه مجرد ما اخذ لون بتقوى طعمته اذا ما اخذ لون ما بتقوى طعمته للفطر خاصه الوايت مشروم اوكي هلا هون بما انه بلشنا حطينا الفطر رح نتركه شوي صغيره خلينا نبلش نعمل انا وياك العجينه الكريب اوكي بدنا بالاول نحط بيض هلا انا هون حاطط نص المقادير اكيد حاطين المقادير الكامله رح يشوفوها هلا المشاهدين رح نحط فوقها شوية عندي سكر خالط أنا السكر والملح يعني نص ملعقة ملح صغيرة ملعقة سكر صغيرة عندي بدي أحط هلأ بدي أضربهم مع بعضهم أكيد بدي بيكينج باودر بدي طحين وبدي الماء هلأ بنضرب البياض والبيضة كلها يعني ليدوبوا كلهم مع بعض في أشخاص بيحبوا يحطوا فانيلا بقلبها بما أنه سألي أنا ما كتير بحبها لأنه طريقة الزنخة أنا بالنسبة لي أهم شيء البيض يكون طازة وتحط الملح الملح هو اللي بيفيد الخبرية كلها تسوى فيك تحط بركي برش حامض فيها نحط برش حامض مزبوط كمان بي كتير بيقتل الزنخة هلأ مثل ما شايف أنا هون ماني مستعمل حليب ليكويد عم استعمل حليب بودرة لأنه نظرا لنوعية الكراب كتير منيحة تنعمل بالحليب البودرة مش بالحليب السائل مثل ما نلاحظ هون النار قوية عليها للفطر مثل ما قلنا لتاخد لون هلأ حطينا الحليب لاحظت كيف كليتها لقطت بعضها رح نحط هلأ كمان فوق دغري البيكنج باودر أهم شيء جريت رح نضيف عليها المي بدنا نتركها هي بس ترتاح عجينة الكريب ربع ساعة بيكون بيرفكت ربع ساعة كافي؟ ربع ساعة كافي، ليه؟ لأنه المي لازم تكون روم تمبرتشر بلس، يعني بدنا نعلي شوي حرارة المي بتساعدها دغري لتتخمر. هلا رح نضيف المي فوقها. رح نضيف نص كمية المي نص كمية الطحين، بنرجع نعمل نص كمية المي نص كمية الطحين. هيدا للطريقة السريعة اللي تنعمل على الإيد إذا ما بدك تستعمل الماشين. اوكي. سو هيك تما تتعذب فيه أكيد. هلا هون الفطر اخذ لون منيح بلش يشقر لونه رح دغري نحط بقلبها مبيض ابيض بيرفكت بديها هلا فيك تحط كل كمية المي وكل كمية الطحين صار عندي العجينة جاهزة هلا فينا نطعم العجينة يعني فينا نحط بقلبها بيرة متخمرة مزبوط أكيد بتعرف شو بحب شغلة في كراب باليمن رح نعمل عنا حلقة أوكي كراب شهيرة كتير ومالحة اسمها أوكونومياكي تستعمل كراب زيت عجينة الكراب اللي عم نستعملها أكيد بس منخمرها أكتر بدنا نحشيها ملفوف دجاج بيكن أكلة يومية بتنعمل أكلة شعبية بامتياز رح نعملها بالكريب بيحطوا بورقة بقلبها ورق النوري بيفرمون بقلب العجينة بيحطون بقلبها طعمتها رائعة جدا هي من الأكلات الشعبية موجودة كتير باليابان ستريت فود نحكي شوي عن الركلات
بتعرف بمنطقة سويسرا بمنطقة فالي بسويسرا تنتج بالسنة بحدود ال 13,000 طن من الجبنة قد ما هالجبنة مطلوبة بكل دول العالم في كونسامشن عليها كتير عالية بالأخص بالشتوية بالأخص هالموسم يعني بالسيزون الشتاء يعني كتير عليها ديماند غريبة أنا... غريبة هالجبنة لأنه منا ما بتبين نوبل يعني فيها تبين كأنه بروسيس تشيز مزبوط. إذا يعني بطريقة تقديمها بعتقد في كتير ناس بيبيعوا راكليت بروسيست يعني مش الأصلية بس هي طعمتها إلى ريحة إلى شيء سبيسيفيك لها ما بعرف شو بيعطيها مزبوط. النكف الريحة هي ريحة التعتيق ونوعية الكاتل يلي نوعية البريد البقري اللي بيستعملوه هو حليبه كتير قليل ما بتحلب كتير قد النورمال بس بس الحليب تبع إسانس مشان هيك على طول فيه دسم أكتر أصلاً دسم أكتر كونسنتريت وهي الجبنة ميكرو يعني نصها نصها قاسي ونصها كريمي يعني كمان هيدا إلى تأثير إنه إنه تصير فونديو مزبوط سو المشروم لكن أول ما تلونوا بلاش تتحركون على كل حال شفنا كيف نزل الفوليوم تبعهم مزبوط حطينا الامبيد على طول بس نحط البيد يعني في ريدكشن بدنا نخفف كمية الامبيد منها تخفف الحموضة منها بدنا نزيد شوية من مرقة الدجاج أو مرقة الخضرة ما في مشكلة للي بيحب يحط خضرة كمان ما في بروبلم هلا نتركهم بحدود كوب منا مرقة الدجاج نتركهم تغلوا شوي صغيرة بنرجع نحط فوقهم الكريم نطحنهم بيصير عندي الصوص جاهزة ردي نحن خلينا نشوف هون عنا بالفرن عم ببلشوا ياخذوا لون هالكراب اكيد هالقم بس وصل على على التيستينج هلا انا شو عامل راح انا اوريدي محضر كراب هيك نلحق بركي لحق نفرج المشاهدين كيف بنعملها لكن هل مريحه بس ترتاح شوف ايه بتصير اسمك ليه لانه هالطحين شو مسكه الليكويد مسكه مزبوط صار كله موجود very nice texture هلا راح نزيد عليها الكريمه اكيد بدنا ننتبه شوي من قصه الملح لانه اوريدي نحن حاطين ملح للمرقه سو ننتبه عليها هيدي الشغله ما نرجع نضيف عليها ملح مره ثانيه هلا رح ننقلها نحطها هون بركي بنلحق نعمل عجينه كراب فرجي المشاهدين كيف تنعمل بالمقليه لانه انا بفضل كثير استعمل المقليه من استعمل المشين حتى الفرنسوية لهلا بس يكون عندهم كراب ما بيستعملوا الا اللي ما بيستعملوها غريبة الماشين ايه اللي هي اكثر هوم يوز مزبوط ايه مقلية بتعطي لون حلو كمان بتعطي لون وبتقدر تتحكم بالكراب من محل ما بدك يعني بتقدر تتحكم فيها من محل ما بدك هلا بدي احط شوية importantly you flip it بالمقلية مزبوط مثل ما شفت حطيت شوية صغيرة انا من الزبدة هلا شو بدي اعمل بدي امسحها بشقفة كلينكس صغيرة بس تنقدر نعطي هل تقدر نوزع مزبوط لانه انا بيهمني اول وحده بتطلع مثل ما بيقولوا اول وحده بتطلع للشيطان للشيطان صح الثاني وحده تبلش تاخذ هاللون الحلو الاشقر هيك عجينة الكراب النورمال هلا شو رح نعمل رح نحطها رح نحط هلا لوش وحده نعمل اول حبه مثل ما بلاحظ كيف نبرمها على الايد هيك كليتها سوا ونتركها لتشد اول وحده بتسحب هالزبده ثاني وحده بتصير تطلع شقره شقره يلا هون خلصنا الصوص صارت الصوص جاهزه راح نطحنها شوي صغيره راح نحطها بصوص بتيجي أبر على فرد ميل بتيجي حدها هلا هون اترك شوي عجينه الكراب نشف صوص نطحنها شوي هيدي الصوص ممكن نستعملها كمان لصنف بات ما في بروبلم طيبة ريحتها كثير طيبة ريحتها رائعة يلا هون صرنا تقريبا جريت مشوكة أو سكينة صغيرة صح أحسن السباتيول يلا أوكي نحن فرجينا المشاهدين كيف عملنا عجينة الكراب كيف اشتغلنا المشروم صوص كيف حشيناهم نحن حاليا بالفرن رح ناخد وقفة سريعة بنرجع بنقدم الكراب ومندوقها سوا أكيد
اوكي بنعرف انه في راكلات باستوديو اول ما فتحنا باب الفرن طلعت هيك نكهه الراكلات القويه. الكريبس تلونوا شوي، عم نشوف كمان ما عادوا بيض مثل ما اول ما لفيتهم شاف. مزبوط. قصيتهم ليتل هافز، قصيناه هون اكيد ليبين هاللايرز بقلبهم مثل ما ملاحظ، تيبين هاللون الاخضر تبع السلق، السلق يلي هو على الهب بيكون استوى بس ما كتير صار اوفر كوكت، مش هيك دل طعمته طيبه. أوكي. دل خضره موجود بقلبه. رح نقدم معه اكيد هلا رح نرش عليها شويه سكر ابيض مثل بتعرف للمونتي كريستو، شوي قريبه الكومبينيشن للساندويتش الكروك مسيو، هيك رشه صغيره. رح نقدم معه سلاد البقلي، سلاد فيرت هيك طيبة معها، وأكيد عندي هالصوص يلي هي المشروم صوص. أكيد رح نحط شوية مع السلاد، رح نحط شوية زيت زيتون مع فينيجر مع رشة ملح صغيرة، يكون صار عندي هالبلاج جاهز ردي لندوق مشروم صوص الأكلات الطيبة. سو هلا مبدئيا صار كل شيء جاهز، بدنا بعد ملعقة صغيرة ل حط للصوص السلاد. انا ردي. يلا ردي. يلا. اوكي. هلا راح احط الراكليت، اكيد لازم تتاكل سخنه لانه ما بدنا اياها ما بدنا اياها تدوب. مزبوط. بنحط شوية سلاد حدا. سو بنشرب مي او ما بنشرب مي؟ هلا اليوم بتزبط لانه عادة اذا عم ناكل كمية هالقد شوي قليلة عم نعمل ديجستاسيون ايه، بس اذا لا واصلين لعشاء او لغدا من المستحسن اكيد لا. وبالاخص برجع بعيد اذا نعطي هالرومارك للاهل أطفال. لانه بتعرف في اولاد مجبورين نعطي هالرمارك تنتفادى هالشغلة. بتشهي. واو ثانك يو. يلا رح دوق انا معك. سو راكليت كريب مع مشروم صوص. حط شوية صوص عليها. It's very good. كتير طيبة طعمه، وبدنا ننتبه انه كمان السموكت تركي عطي دوره فيها، يعني ما حكينا كتير عنه ما عطيناه هالقد قيمة، بس هو اكيد بيعطي طعم كتير طيب بقلبها بيكفي هالطعمة طعمة الراكلات. ايه راكلات قوية طعمتها، دونك بدك شيء معها يكون صح. كما لاحظت سامبل هينة وشتوية بامتياز، يعني هيدا أهم شيء إنه عم نعمل أكل شوي شتوي هلا خاصة بعدها عم شتي وتلج. اول سيبو تفينا نحن بالاستوديو كان الاي سي شوي قوي. ثانك يو شيف. ميرسي على الطبق. وعدتنا بالكريب اليابانيه سون، رح نعمل انا وياك بننسقها سوا، بس عن جد روعه رح نجربها. سوبر. رح ناخذ بريك، نحن بننتقل بعدين بعد في عنا فقرات عديده، رح نحكي عن بعد في عنا سانتي، بعد في عنا باللبناني. خليكم معنا رح نكمل حلقتنا سوا.